اهلا، ان شاء الله من اليوم معنا فيديو بهذا المحل شنجيكم كسر خدعة بالبيوت ومحلات هيك. خلونا نشوف وين هديك محل، او خلونا نسوق سيارة اسرع. موتات موتات عطوا، لأن الموتات يكون اسرع، بس يمكن هون ما يكون سريع. طبعا سوء الممتاز منيح. يلا بدي اجيكم محل هو السطح، بدنا نطلع عليه بكل سهولة، بس نيجي لهون نط هيك، نجي هيك، فينا نجي هيك، نجي لهون ولا حدا يقدر يشوفنا. شفتوا؟ ولا حدا، كنا مبينين. لسا في محل جايدة، صافي محل. بس أول شي بدنا نجي لهون، صغر حولنا أصغر شي، هذا نجي لهون، بطلنا مبينين. صافي محل تاني، أما فينا نمدق من هون كمان تختص الطريق من تضل. في محل هون راح نبين، بس اذا جينا هون على محل الرقصات وقعدنا خطلنا مبينين. شو هيدا المحل؟ كأنه اول ما بشوفه في محل انا المتاد اهو. خلونا نروح على المتاد. شوفوا كيف شكل ما بوصل، فعشان هيك ما يخلوني سوق، فلازم يعني كبت حولي. واقف متذكر انه لازم في طلع. يا اخي يا اخي طلع، اخي سمطع الطلع اللي بعده. وهون حاطط الكتاب هون، نفوت شوفوا كيف توقف. لازم أول شي نعود، خلوني هون جا صوت الماء، صوت المدينة نطلع، بعدين نفتح الصورة، نرجع نفتح هدول اللي هون ويصير في باب سلسلة، صرت هون عند النافوذة. بدي اشوف اذا فينا نطلع في الطريقة. ايه نجيب هاد حطه هون. والله قدرنا، يعني فينا نفوت.
وهلا خلونا نبلش، وهلا خلونا نروح على الخدعة التانية. استنشيلها وهلا على محل السز التاني. وهلا وين كان محل سجة هون، بس انا بشوفه على اليوتيوب بس مني ولا مدى فيت عليه. خلنا نطلع وان كان متذكر عند محل البوظة كان. لا شو هيدا المحل؟ شو تيم غيم غي تي خلونا نرجع نطلع. يلا فوت فوت زين نفوت. شو كلاسد كلاسد. طيب وين الضو؟ الضو نعلم يا ناس الضو ما في. شو من دي؟ والله حلوين اول ما بشوفهم. المحل طيب هيدا المحل هاي البوزة كمان. صلنا ناخذ لنا بوزة. هذا هذا خلاص. خلونا هلا نروح محل نروح عبيت.
بجيب السياسة الفوضى عمش بس هي تجيبها رحي خلونا نشيلها نطلع ناخذ النبات اخ وليه ما بتعرف تسوق تعال هون يدور وضع يتسامك عليه بدنا نجيب بيت هيدا البيت الأصفر وينو أحو بدنا نجيب هيدا البيت هيدا البيت ونيجي لهون من هيدا ضو من كان كيف كان كنا نيجي لهون خلونا نيجي لهون وهلا خلونا شفت الفيديو شوي يعني اعود وهلا خلونا نجيب التوب احنا التوب نطلع تصحي مش من هون بل نجي من هون الشنطة اللابتوب هيك هيك يكون في فأس هون بس وين الفأس يكون كلنا نطلع خلص نسيت كمان هيدا المحل يمكن بعد في طبيعة خلونا نحن حلم ذا نلاقي
نفوت على البيت. هجيب لي سلاح. يلا تعال نفوت على البيت. يجي تعي. وانا هون المحل حلو ها فينا يمكن نجي هيك ونتسقط حالنا افضل شي من هيك صغرنا حالنا هيك نحن صغار. مش بكل مخطط نفوت على بيتي. إذا نفوت على بيتي الرجال يطلع نسيت اطلع اشوف البيت وهلا خلونا نسيتنا الفيديو يجي اخواتي فخليني يروح هو الجاي يعني. وهلا خلونا تسكت. خلونا هلا نعمل حديقة. هلا خلونا نعمل حديقة. نفتح هيدا ونشبك. نعمل حديقة هلا.
صحيح نسيت ان اصور فيديو، قلت له انه انا قبله. ف يعني لا يعني كان هو ابا يعني هيك يلعب. خلونا نشوف نشوف صندوق في البيت بسين. والله حلو بيت تبع ايه، حتى طاقة الشمسية موجودة فيه. جاء بابي بابي خلونا نمحيه. وين بيته؟ خلونا نطلع شوي. نيجي هيك بعدين نفوز. هيدا هو يعني هو مغير شكله، بس هو هيك شكله، انا بتغير شكلي. My aunt feels baby.
كثير تنسيت على شخصيته بس شي يعني فيه. وانا الو